تقيل القرآن عليك، العبادة ما فيهاش همة، صدرك ما فيهوش إقبال على الله، ضعفت، قهرت قهر حجاب، اقهر حجابك بقهر الحب. بالليل تصلي ركعتين لله، الأولى تقرأ الفاتحة واقرأ باسم ربك الذي خلق، والثانية تقرأ الفاتحة وسورة إيه؟ القدر. من أراد أن يسلم من أذى الظاهر فعليه بسورة إيه؟ اقرأ. ومن أراد أن يسلم من أذى الباطن فعليه بإنا أنزلناه في ليلة القدر. طب إزاي؟ قال لك في سورة اقرأ فيها إيه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أهو الشيطان يعني نهيني عن الصلاة، معكسك عن إنك تصلي كده وقلبك يشوف النور. حط ده عدو قدامك واشتغل عليه، وقول كده في الصلاة، قول للعدو ده: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. استدعيت له قوة ربنا تقهر عنك، وطب التحدي المعركة اشتغل، هيحصل إيه؟ قال إيه؟ كلا لئن لم ينتهي، إذا ما سكتش عن أزايا لنسفعن بالناصية. ده هو الشر. فليدعو نادية، يروح يجيب شياطينه. سندعو إيه؟ زبانية. يلا خلاص المعركة انتهت، كلا لا تطعوا واسجد واقترب، وتيجي ساجد عند هذه السجدة ولا الشيطان بعد عنك. طب وأذى الباطن؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة، يبقى طردنا الشياطين بالركعة الأولانية، أعطناهم على أفاهم. في الركعة الثانية إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تعيش في دائرة السلام، تعيش في جنة الجنة. ممكن الخوف ده ما يكونش سحر ولا شر، يكون فوبيا الخوف على أولادي. ده أكبر حجاب على فكرة، يعني ما نخافش على العيال، خاف عليهم. بس خاف عليهم إزاي وانت رب ولا أب؟ خلاص خليك في حالك، انت وهم على الله مدام فيها رب. نرفع القضية كل يوم للملك، ولذلك بقى نرجع للتسبيحة: سبحان من ملك فقهر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. من دول؟ كل حاجة وحشة، الشيطان والساحر والحاسد وجار السوء وساعة السوء وشياطين نفسي ووساوس صدري. ده أنا مش هشتغل بيه على برايا، ده أنا هشتغل بيه على جوايا، حتى أسمو إلى مراتب أهل الكمال، حتى تسمو بي نظرة إلى مراتب أهل الحضرة. سبحان القوي المقتدر. ليه بسبح ربنا كده؟ سبحان من ملك هذه الأفئدة فقهرها للعبادة. قال: وكان القهر في حق أهل العبادة منتهى الجمال، إذ أنه سيدخل بهم إلى الجنة. فلا يستطيع المقهور بالجمال أن يعصي الله، ما يعرفش. ليه؟ لأن أعلم أن الله يحول بين المرء وإيه. فليس للمحب في الحب فضل، وليس للبعيد على البعد إيه إلا الجهل. هذا مطلوب للجهالة ولا محالة، وما قدموش اختيار تاني. ولتعشق العلياء إلا شبيهة، نار الجحيم مع الرضا هي جنتي، أما النعيم بغيركم لا أرغب. الحب نوع من أنواع القهر، لأنه بيقهر سلطان النفس ويسمو بها إلى دوائر رضا الله. فلم يجد الحق سبحانه وتعالى لهذه الطينة الأرضية ملاذا إلى أن تدخل الحضرة العلية إلا أن يقهرها بالحب، فجعل حب الله ورسوله أعلى معارج الرضا. قهر جمال، غيرنا مقهور قهر جلال، مقهور على أنه يغلط، نفسه يعمل زيك. يا ريتني كنت معاكم، هذا يبقى طب ما جيتش ليه؟ ما قدرتش. يبقى ده اسمه مقهور إيه؟ قهر جلال وغضب. ومنهم مقهور قهر بعد، ومنهم مقهور قهر حرمان. لما أخلصت في جمال القهر، ربنا أعطاك كمال القهر، لا تقع في جلاله، اتنعمت بجماله، ولك سلطان القهر على كل أهل الجلال. فتشكر ربنا على كمال القهر فيعاملك بدلال القهر.